نقضوا عهد أحمد في أخيه وأذاقوا البتول ما أشجاها وهي العروة التي ليس ينجو غير مستمسك بحبل ولاها لم ير الله للنبوة أجرا غير حفظ الوداد في قرباها لست أدري إذ روعت وهي حسرى عاند القوم بعلها وأباها يوم جاءت إلى عدي وتيم ومن الوجد ما أطال بكاها فدعت واشتكت إلى الله شجوا والرواسي تهتز من شكواها تعظ القوم في أتم خطاب حكت المصطفى به وحكاها أيها الناس راقبوا الله فينا نحن من روضة الجليل جناها نحن من بارئ السماوات سر لو كرهنا وجودها ما براها بل بآثارنا ولطف هدانا سطح الأرض والسماء بناها وبأنوارنا التي ليس تخبو حوت الشهب ما حوت من ضياها إن تروم الجنان فهي من الله إلينا هدية أهداها هي دار لنا ونحن ذوها لا يرى غير حزبنا مرآها وكذاك الجحيم سجن عدانا حسبهم يوم حشرهم سكناها أيها الناس أي بنت نبي عن مواريثه أبوها زواها كيف يزوي عني تراثي عتيق بأحاديث من لدنه افتراها هذه الكتب فاسألوها تروها بالمواريث ناطقا فحواها واعلموا أننا مشاعر دين الله فيكم فأكرموا مثواها
بمعنى يوصيكم الله أمر شامل للعباد في قرباها. كيف لم يوصنا بذلك مولانا وتيما من دوننا أوصاها؟ هل رآنا لا نستحق اهتداء واستحق التيم الهدى فهداها؟ أنصفوني من جائرين أضاعا ذمة المصطفى وما رعياها. لم نسلكم لحاجة واضطرار بل ندل الورى على تقواها. علم الله أننا أهل بيت ليس تأويد نية مأواها. كيف تنفى ابنة النبي عنادا؟ لا نفى الله من لظى من نفاها. ولأي الأمور تدفن سرا؟ بضعة المصطفى ويعفى ثراها. فقضت وهي أعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها. وانثنت لا يرى لها الناس مثوى. أي قدس يضمه مثواه؟